إسحاق ابن عمار، الظاهر أنه إسحاق ابن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي الحسن الأول، أبو الحسن الأول الظاهر أنه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قلت له، يعني إسحاق يقول للإمام الكاظم: يزور المؤمن أهله أو ينقطع؟ قال: نعم، يزور أهله. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي للكليني رحمة الله عليه. فقلت: في كم؟ كم مرة يزور؟ بالسنة مرة؟ بالسنة مرتين؟ كم مرة؟ فقال عليه السلام: على قدر فضائلهم، يعني فضائل الموتى، اشقد قربهم إلى الله، درجتهم عند الله، منهم من يزور في كل يوم، كل يوم الله يأذن له فيجي يزور أهله فيشوف المشاهد الطيبة فيفرح بذلك، وإذا أكو منظر مو طيب الله يستره عنه حتى لا يتأذى في ذلك العالم، منهم من يزور في كل يوم مرة، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام. ثم الراوي يقول إسحاق بن عمار: رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم منزلة، يعني أقل المؤمنين درجة، كلش مؤمن ضعيف في هذه الدنيا، وآي عمل الصالح كان في الحد الأدنى، أدناهم منزلة يزور كل جمعة، هذا أقل المؤمنين، هذا الارتباط ما ينقطع حتى لأدنى المؤمنين في كل جمعة يزور أهله مرة واحدة. قلت إسحاق بن عمار يقول: في أي ساعة؟ شو وقت يجي؟ فقال عليه السلام: عند زوال الشمس يوم الجمعة عند الظهر، ومثل ذلك، يعني نحو هذه الأوقات يأتي إلى أهله. إذن هذا الارتباط بين المؤمنين وبين أهلهم وذويهم باقي، وقلنا كأن هذا لطف من الله وتفضل من الله حتى هذه العلاقة، هذه الألفة اللي كانت تبقى. يقولون إن الموت صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. هذه المفارقة اللي هي صعبة كأن الله يريد أن لا تكون للمؤمن. هذا المبحث الأول. خلاصة هذا المبحث أن العلاقة بين الذين رحلوا وبين الباقين من المؤمنين علاقة مستمرة دائمة، وكأنها نوع من لطف الله وفضل الله، وأدناهم منزلة يزور أهله في كل يوم مرة، في كل جمعة مرة.